معلش انا لازم من وقت للتاني كده انكش زمايلي، فلازم انكش مصطفى صديق بقى لنا يجي 11 سنه دلوقتي. مصطفى اصحاب يعني من قبل حتى ما نيجي نشتغل هنا يعني، فولنا تاريخ زي ما بيتقال من الصداقه والزماله والمحبه يعني. ربنا يا رب يديم علينا دايما جميعا كل الخير. وانا النهارده الحقيقه من الناس اللي مبسوطه، مبسوط من قلبي، مبسوط من قلبي. ليه؟ اقول لك، صحيح اللي بيحصل في العالم صعب جدا جدا، لا أحد يحب الحرب مفترض، والكل بالتأكيد يئن من ويلات الحرب، سواء إذا كان اللي بيعانوا منها بشكل مباشر الروس والأوكران، أو الناس اللي بتعاني بشكل غير مباشر في أوروبا على سبيل المثال، ودول أكتر ناس يعني في الدرجة الثانية بالتحديد عندهم حالة من حالات المعاناة. وبالدرجة الثالثة شعوب الأرض اللي بتئن بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. ايه اللي يفرح حد في ده؟ اللي يفرح البني آدم انك تشوف يعني ايه رئيس دولتك طول الوقت طول الوقت طول الوقت مركز مع المواطن، عقله قلبه مشاعره عواطفه كل حاجة، كل أدواته بالمناسبة، أدواته كرئيس لدولة، أدواته في إطار الحكومة والوزراء، الأجهزة والمؤسسات، الكل يتحرك لأجل المواطن المصري. امبارح كنا بنتكلم هنا على الشاشة اللطيفة الظريفة دي على التقرير اللي صادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واللي بشكرهم عليه جدا بالمناسبة، لأنه كان تقرير مهم وعظيم على الجهود اللي قامت بيها الدولة. فأنا بتكلم فقلت اطمنوا دولتكم معاكم، اطمنوا وخلي عندكم ثقة في الدولة، اللي بيتقال هيتعمل. لما الدولة تقول هنخفض أسعار يعني هنخفض أسعار. عم فضل راجل جميل طيب زميلنا حبه جدا، عم فضل ساعات بيبقى ولاده عايزين العيش اللي بنسميه العيش السياحي اللي هو ما عليهوش دعم، حلو، فهو ساعات كده ايه من وقت للتاني ربنا يكرمه ويروح يشتري هذا العيش السياحي، حتى لو كانوا 3-4 ترغفة ماشي الحال، ماشي اوكي. في المنطقة بتاعت عم فضل رغيف العيش السياحي بيتباع ب75 قرش، يعني كان ب50 وبعدين رفعوه ل75 علشان خاطر موضوع الأزمة، الاستهبال المتعارف عليه من بعض الجشعين يعني. حصل الاجتماع الصبح بتاع الرئيس وهنتكلم عليه، وانا بقول لك ده بجد حصل يعني، وعم فضل نبطشيته مناوبته شفته بيبدا الساعه 4 العصر، فقبل ما يروح على الشغل عدى، وانا بكلمك بجد وده اللي حصل والله العظيم ربنا عالم يعني، عم فضل عدى يشتري كام رغيف في السكه ياخدهم معاه الشغل، وبعد كده يطلع بعد ما يخلص شغله على العيال. لقى الراجل بتاع العيش راح منزل السعر خلاه ب50 قرش بدل 75، خاف من ايه؟ من الكلام اللي اتقال. انا ما كنتش احب ان الناس تخاف، انا كنت احب ان الناس تفهم وتستوعب، فما كانتش ترفع الاسعار عمال على بطال في وش الطبقة المتوسطة واهالينا الغلابة. خاف لما سمع الرئيس وهو بيقول الخبز اللي معالهوش دعم يتسعر. خد بالك الاجتماع اللي حصل النهاردة ده اجتماع حرب، بس حرب على ايه؟ حرب على الجشع، حرب على الافتراء، حرب على الاسعار اللي بتزيد. مسألة رغيف العيش الغير خاضع للدعم اللي هو اللي مش مدعوم ده، اللي هو مش على الكارت بتاع العيش يعني، ده عيش بتستهلكه الطبقة المتوسطة، وزي ما كنت بقول كده زي عم فضل أهالينا اللي على قد الحال شوية. بالمناسبة عم فضل موصيني وصية بالظبط كده، قال لي والله العظيم والله العظيم ده اللي حصل، قال لي أشكر الرئيس. فضحكت قلت له هشكره ازاي طيب يا عم فضل؟ قال لي قول على الهوا، قول له عم فضل بيقول لك شكرا يا ريس انك حاسس بينا، والله والله وحياة امي وولادي ده اللي حصل. قول له شكرا يا ريس انك حاسس بينا، وانه الكلام اللي اتقال امبارح اتحقق النهارده الصبح،
وانه المساله ما هياش كلام والسلام، ده نص كلام عم فضل بالملي. فقلت له حاضر يا عم فضل، هقول الكلام ده النهارده على الهواء. واديني قلته. عم فضل مواطن من ملايين المواطنين، حس انه اللي الريس بيقوله بيعمله. مش بس كده، حس انه الريس حاسس بالناس، شايف الناس، سامع الناس. بالمناسبة هو ده الحقيقي، بس يمكن بعضهم ما كانش بيلاحظ قوي، او لانه الدنيا ماشية فخلاص تمام، اي اضافة بتحصل بقينا بنتعامل معها باعتبارها امر واقع. يعني لما مثلا حضرتك ويمكن اهالي شارع فيصل عارفين، اما نيجي نتمشى في الشوارع مثلا حتة منطقة الطوابق والحتة دي، ما تخش الشوارع الداخلية اللي كانت مكعبرة مكعبلة مغبرة بقت بالانترلوك. وانا متذكر من حوالي 6-7 اشهر عملنا عليها تقرير، ولو عاوزين تقارير زيادة نصور لكم من العندي قبل العندي، ما وراناش حاجة غيركم يعني بصراحة، ده بأمانة يعني وبكلمك بجد. أهالينا في فيصل شافوا ده وانبسطوا، بس اعتبروا خلاص ده العادي. وبالمناسبة ما عندناش مشكلة ان المواطن يحس انه ده العادي، لان انا عايزك دايما تحس ان ده العادي، والدولة دايما هتفضل تشتغل علشانك. ليه؟ لانه ده حقك، ما هو انت مواطن مصري نريد لك الحياة الكريمة. طيب، مجلس الحرب بتاع النهاردة أو اجتماع الحرب بتاع النهاردة، وأرجو أن فخامة الرئيس يأذن لي يعني باستخدام المصطلح ده، أنه حرب على الجشع، حرب على الافتراء، حرب على غلاء الأسعار، حرب على طحنة الغلابة، حرب علشان الناس يوصل لها العيش. بس أنا بقى عندي هنا طلب يعني أقوله وزارة التموين، أقوله للمحافظين، أقوله لكل واحد هيشتغل على الملف ده، وطبعا جهاز حماية المستهلك دايما. يعني إيه هو بقى؟ في تاجر عامل نفسه قور، خباز عامل نفسه قور، فهيعمل إيه بقى؟ هو هيخاف وهيكش ومش هيرفع سعر الرغيف. يعني لو كان مثلا في منطقة ما يباع بجنيه وكان بيطلعه لجنيه ونص، هيرجع تاني هيوقف على جنيه ماشي. اللي كان بيبيع ب75 نزل على 50 ماشي كويس. انا مش عايزه يصغر الرغيف ولا يلعب في ميزانه. فدي بقى الحتة الزغنططة اللي عايزين وزارة التموين والمحافظين ومن ينوب عنهم وجهاز حماية المستهلك يهتموا لنا بيها. اتأكدوا من انه توجيهات الرئيس وتعليماته بتتعمل صح وبالمظبوط. الرئيس قال تسعير الرغيف حلو، ودي حاجة مهمة جدا. نقوم احنا بقى ايه؟ نشغل مخنا، واحنا اكيد مخنا شغال انا متأكد، وميت فل، احنا عندنا كل الناس زي الفل ماشي. اتأكد ان مفيش حد بيلعب في وزن الرغيف ولا يصغره فيبقى عمليا كأنه غلاه ولا ايه. فتشوف بقى انه يا سلام بقى بالمناسبة انه ما يبقاش مثلا سعر ما يطلق عليه رغيفا سياحيا او ايا كان، طالما هو رغيف غير خاضع للدعم يعني، ما يبقاش السعر اللي في العجوزة غير السعر اللي في الدقي، غير السعر اللي في الزمالك، غير السعر اللي في فيصل، غير السعر اللي في حدائق الاهرام، غير السعر اللي في نواصل الغيط. سعر الرغيف يعني سعر الرغيف يتباع في جاردن سيتي، في المعادي، في نواصل الغيط، في بلدنا هو سعر الرغيف، ما يزيدش مليم وما يخسش ربع جرام. ده الصح. النهاردة الرئيس قال ايه؟ وجه بايه؟ وجه بتسعير رغيف الخبز غير المدعوم. ليه الرئيس عمل كده؟ علشان حضرتك، عشان التمن ما يعلاش. وقال انه مباحث التموين هتتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. طيب ده دور هنا مباحث التموين، وزارة التموين دورها تتأكد ان محدش يلعب في وزن الرغيف. ده حصل خلال الاجتماع النهاردة اللي عمله فخامة الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية. وجه الرئيس كمان بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت. مش بس كده، وقيام القوات المسلحة المصرية مشكورين بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة. مش بس كمان كده، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية. ليه؟ عشان الفئات الأكثر احتياجاً
أهالينا اللي محتاجين ده. احنا داخلين على شهر رمضان المعظم، خفوا على خلق الله عشان محدش يدعي عليكم، ويا ويلك من دعوة الغلبان. طيب احنا بالمناسبة معانا على تليفون يعني معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة المصري. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يوسف بيه، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الصحة باش، كل سنة وانت طيب. والله يا فندم احنا كنا بنتكلم على الاجتماع النهاردة، ويمكن انا وصفته يعني متواضعا بانه كان اجتماع حرب على الغلاء والجشع والمغالاة. فيمكن فخامة الرئيس وجه بمسألة الحافز اللي يتحط على توريد سعر الأرداب، وفي هذه الحال الموضوع يأتي إلى وزارتكم. طب تسمح لي ان انا بس ابدا يعني حاجه مقدمه كده. طبعا يا فندم. المقدمه اللي انت قلتها تشرفنا يا فندم وتنورنا. ان عايز اقول ان يعني شويه ثوابت كده يعني. ايوه. يعني الدوله المصريه دائما بتقوم باجراءات استباقيه. حلو. لمواجهه الازمات. على اضرب مثل يعني. على سبيل المثال مساله البناء الصوامع، المشروع القومي لبناء الصوامع. ايوه. الصوامع دي اللي بتستخدم في تخزين القمح. ساعات تخزينية جودة عالية بتقلل نسبة الفاقد. الصوامع دي لو جينا نشوف الساعات التخزينية في عام 2014 كانت كل الساعات التخزينية اللي عندنا حوالي 1.5 مليون طن. أيوه. لما سيادة الرئيس أطلق بقى مشروع بناء الصوامع زودت الساعات التخزينية زي ما أنت حضرتك شايف بالقدرات اللي احنا بنتحدث عنها الآن. كانت 40 صومعة ووصلنا ل 75. ده غير كده بصومعات بكميات تخزينيه وساعات تخزينيه اعلى كمان عملاق. احنا وصلنا دلوقتي حوالي اكثر من 3.6 مليون طن. تخيل لو لم نكن قمنا بهذا الاجراء مع ظل الظروف الحاليه كنا نعمل ايه؟ ده نمره واحد. يعني معناها ان انت كان عندك تقدر تعمل احتياطي لثلاث اسابيع او كذا، انت بتعمل احتياطي دلوقتي لاربع شهور. نتيجه ايه؟ نتيجه عندك وجود الساعات التخزينيه. صح. دي نمره واحد. نمرة اثنين، مشروعات التوسع الأفقي اللي أدت إلى زيادة الرقعة الزراعية عشان نستخدمها في زراعة جانب كبير منها في مزرعة المحاصيل الاستراتيجية. احنا السنة دي زدنا في المساحة المحصولية للقمح أكثر من السنة اللي فاتت حوالي 300,000 فدان. جميل. يعني كنا المساحة دي جت منين؟ المساحة دي هتؤد إلى زيادة المحصول، وبالتالي عندنا مشاريع كتيرة. ده ناهيك بقى عن الزيادة المتوقعة في التوسع الافقي في المشروعات الكبيره في السنوات القادمه. دي نمره ثلاثه، مساله استنباط اصناف جديده عاليه الانتاجيه بتؤدي الى زياده الانتاجيه. نمره اربعه كمان، ان الدوله المصريه دائما بتشتغل على مجموعه من المحاور، يعني لما تعتمد في استيراد سلعه معينه ما بنعتمدش على سوق واحد، بنعتمد على اكثر من سوق، وبالتالي احنا عندنا مناشئ كتير معتمده لتوريد القمح. 15 دوله. 15 دولة، وبالتالي دائما اللي أنا عايز أقوله إن الدولة المصرية دائما عندها محاور كتير لإدارة الأزمات. دي النقطة. نرجع بقى لموضوع السعر زي ما سيادتك بتقول. الدولة يعني لازم الناس يعني تبقى تقدر ما تقوم به الدولة المصرية. وناخد مثال زي ما أنت قلت كده، السلع متوفرة، الأسعار يعني موجودة بأسعار مناسبة. الناس تبص لفترة أزمة كورونا لما الدولة قالت إن مفيش زيادة في الأسعار وان ما فيش سلعه هتختفي من على الارفف، حصل. وبالتالي لابد ان يبقى حاطين قدامنا تجارب الدوله المصريه وقدره الدوله المصريه على اداره الازمه. مساله القمح، سياده الرئيس دائما برضه بينظر الى المزارع والفلاح، وبالتالي كان توجيه سيادته في ظل هذه الظروف الاستثنائيه ان يكون هناك حافز اضافي على السعر المحدد للقمح عشان يشجع الفلاح انه يورد الكميات المحصول للدولة في هذه الفترة. احنا بنستهدف في حدود 5.5 إلى 6 مليون طن هذا العام، وبالتالي هناك تيسيرات كثيرة بخلاف الحافز الإضافي اللي هيتم إعلانه في ضوء توجيهات سيادة الرئيس. أكيد دولة رئيس مجلس الوزراء هيناقشوا مع المجموعة الوزارية، وبالتالي يعلن السعر إن شاء الله قريبا قبل موسم الحصاد. لكن هناك بقى مجموعة من التيسيرات الأخرى اللي هتساعد على التوريد، زي زيادة نقاط البيع، انها تبقى قريبه من المزارع والفلاح، ان احنا نيسر له عمليه النقل والتحميل، زي معالي وزير التموين قال امبارح ان احنا نتحمل تكلفه النقل والتعتيق وخلافه، ان احنا ندفع فورا
ثمن القمح في خلال بحد اقصى 48 ساعه. دي كلها اجراءات حلو بتساعد على ان احنا نورد، لكن لابد برضو ان على زملائنا الفلاحين والمزارعين انهم برضو ينظروا للمسؤوليه المجتمعيه، ان الناس تبدا تورد القمح للدوله في هذا، خاصه انها بتدي حافز، بتدي تيسيرات، بتدي اجراءات محدده كلام، فلا بد ان احنا نسعى. طب دي نقطه مهمه يا فندم. ليه بقى؟ لانه انا كنت لسه هسال حضرتك، في اظن بعض الفلاحين يعني دماغه تلعب فيقرر انه ما يوردش ويخزن عنده ويقول اصل ده استخدام شخصي. بص بقى، بص يا يوسف بيه، هو لابد ان احنا بنقول ان النجاح، ويمكن دوله رئيس الوزراء سبق وقال قبل كده ان النجاح مسؤوليه الدوله، والدوله هنا تعني الحكومه وتعني المجتمع المدني وتعني الشعب. القمح اللي الدوله بتاخده ده بتعمل فيه ايه؟ بترجعه تاني في شكل خبز مدعم للشعب. صحيح. يعني انا مش باخده عشان اتاجر فيه، ده انا باخده عشان ارجعه لك تاني في شكل رغيف الخبز بسعر مدعم. مظبوط. وبالتالي لابد ان احنا كلنا نتحمل. اللي يخزن ده بقى ما هو هياخد الخبز المدعم برضه، دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا هنطلع قرار اصلا معالي وزير التموينه يطلع في الضوابط اجراءات ممنوع تداول ونقل القمح من مكان الى مكان الا لصوامع وجهات المسوقه الا بترخيص، وبالتالي يحظر نقله وبيعه في خلال الفتره من ابريل الى حتى نهايه يوليو مثلا. يعني مش وارد، مش وارد يا معالي الوزير انه مزارع ما، انا مش بتكلم هنا على الكل، انا بقول هنا على اقل القليل، وارد انه يخزن عنده والتداول هيبقى داخل نطاق المركز بتاعه، مش حتى المحافظه، جوه المدينه؟ لا، هو النقل ممنوع والتداول ممنوع، بس على الجانب الاخر بقى لابد ان يبقى في اجراءات برضه سلبيه. يعني اللي مش هيورد القمح، احنا بنقول له ما توردش الثلاثه طن كلهم، ورد على الاقل 2 طن الا ربع، لكن ما تخزنش القمح كله. ده نمره واحد. نمره اثنين، اللي مش عايز يورد، اللي مش هيورد، اولا مش هديله بقى اسمده مدعمه. ما انا برضه لازم اخد في الاعتبار، لازم يبقى فيه مقابل. طب ما هو ده برضه يا فندم لازم يبقى واضح قدام الفلاح، يعني زي ما هو هياخد الحافز اذا ورد، لازم يبقى فاهم ان اللي مش هيورد مفترض مش مثلا ما ياخدش دعم على السماد، ولا ياخد دعم على الكمال، ولا ياخد دعم العيش نفسه، يعني يتسحب منه كارت العيش اللي بيصرف بيه، ده على سبيل المثال، وقد توضع عليه غرامه ما ان احتفظ بالقمح ورفض توريده. فلازم اظن نقول له عندك حد معين للاستخدام الشخصي، وما زاد عن ذلك يتم توريده فورا للدوله. خاصة ايه بقى يوسف بيه؟ خاصة ان انت بتاخده بسعر محفز، خاصة ان انت بتقدم له كل التيسيرات وبتشتري منه على الارض بتاعته، خاصة ان انت بتدي له القيمة في خلال 48 ساعة كحد اقصى. برضه عايز اقول حاجة، ان اللي يحتفظ بالقمح بتاعه فترة اكثر من اللازم ممكن الاسعار دي ما يلاقيهاش في بعد نهاية الحظر. يعني ممكن في شهر 8 الظروف تتحسن، وظروف الازمة الروسية في اوكرانيا تنخفض، وبالتالي السعر يرجع. في اوقات كان القمح المستورد اقل من سعر القمح المصري، وبالتالي ممكن يبقى خسران، فلابد ان هو يورد، هياخد السعر، هيستفيد بالحوافز، هيستفيد بالاليات السهله، هيستفيد بالاسمده المدعمه، لكن لو ما وردش الكميه المناسبه مش هياخد الاسمده المدعمه. هل يا فندم هيبقى في حاجه اقرب مساحات القمح كلها على مستوى الجمهوريه؟ حلو. اسم الفلاح والمساحه بتاعته وموقعه. هذه الكشوف كلفنا زملائنا في الزراعه يعدوا هذه الكشوف، وهتسلم للمحافظات ووزاره التموين بحيث يتابع اللي ورد مع الكشوف دي. في نهايه الموسم هنحصر بقى الكشوف اللي وردت، الناس اللي وردت، واللي ما وردوش. اللي ما وردوش بقى هيبدا نبص بقى علاقتهم بالاسمده المدعمه، ونطبق نفس الاجراءات اللي اتكلمنا عليها دي. طب ده كلام اكتر من رائع. اللي ورد ياخد الحافز، واللي ما وردش هتطبق عليه اجراءات. طبعا. طب الرئيس يعني وجه بسرعه الاعلان عن الحافز، علشان موسم الحصاد بتاعنا هيبقى في ابريل ان شاء الله. الحافز هيعلن امتى يا فندم؟ اكيد دوله رئيس الوزراء، احنا كنا بيعمل عمل اجتماع للجنه لاداره الازمه ودوريا، وعندنا اجتماع في مجلس الوزراء بكره، واكيد
يعني فورا يعني ان شاء الله يعني. يا مسهل الحال، انا بشكرك جدا 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 يا معالي الوزير، كل الشكر لمعالي وزير الزراعه السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، شكرا جدا. اظن يا جماعه المساله مفهومه. يبقى تاجر جشع وهيرفع سعر العيش هيتهبد، ده من الاخر يعني. في شرطه تموين وفي وزاره هتتابع وفي جهاز حمايه مستهلك، فما فيش داعي للشغل اياه ده، بجد مش هزار، المساله بجد ما فيهاش هزار. الامن الغذائي المصري لا مساس بيه، اعتبره كده عزيزي المواطن او عزيزي التاجر اللي ممكن يتلعب له في دماغه. انا بقول لك تاني اهو، لو سمحت هي المسألة زي الأمن القومي بالظبط، فما تهوبش، دي نصيحة. أخويا الفلاح المحترم المزارع العظيم، لو واحد من ضمن مليون فلاح مصري فكر يشغل دماغه ويشغل الفهلوة ويخزن عنده نص طن ويخزن عند واحد قريبه نص طن ويخزن عند واحد نسيبه نص طن والجو إياه اللي بيتعمل ده، هتتجاب. ده نمرة واحد. ليه؟ عشان معروف حضرتك زرع قد ايه وورطت قد ايه. طيب النتيجة هتبقى ايه؟ هتتحرم من الدعم بتاع السماد والدعم بتاع المبيدات، ووارد انك تتحرم من الكروت بتاعة العيش المدعم، ووارد يتحط عليك اجراءات وغرامات الى اخره. حابب كده؟ الدولة مش حابة كده، الدولة عايزة تدي حضرتك الحافز. في اكتر من كده ايه؟ دولة بتقول لك ورد وهتاخد فلوس زيادة عن اللي انت كنت بتاخدها قبل كده. وزي ما قال ما وزير الزراعة، طب ما هو افرض الأزمة الأوكرانية خلصت، فحضرتك اتدبست في اللي عندك، لأنه ساعتها لو جيت تورده هتورده من غير حافز، كل سنة وانت طايف، فانت ضيعت على نفسك الترلملم، انت حر. طيب شوف بقى وزارة الداخلية من جهتها بتعمل ايه علشان تظبط السوق. وزاره الداخليه زي ما انا كنت بقول لك امبارح وقلت لك اول امبارح، شغاله شغل من نار، وده بجد وبدون اي مجامله والله. حملات كل يوم في كل حته علشان السوق يتظبط، وتتمكن خلال 24 ساعه يا مؤمنين 98 قضيه تموين في يوم، مضبوطات بأكتر من 2633 طن مواد غذائية. يا نهار أبيض، 11040 عبوة زيت. تعمل كده ليه أنت؟ عشان إيه؟ عشان عاوز تكسب قرشين زيادة من اللاشيء؟ يعني أنت اشتريت بسعر ولسه ما جالكش حاجة على السعر الجديد، يعني لا انت استوردت على سعر جديد ولا خدت من تاجر جملة ولا مورد على سعر جديد ولا حاجة، ده اللي موجود في المخزن، فانت بتروح مكنفه كده بالبلدي على جنب علشان تضاعف بيه مكاسبك وارباحك، والناس عادي يعني تجوع؟ تمام بالنسبة لك ده موضوع لذيذ يعني كوميدي للدرجات دي؟ اللي بتعمله الداخلية ده علشان مصلحة المواطنين، وبالتالي زي ما بقولك الدولة كلها قاعدة بتشتغل. مسألة حجب سلع استراتيجية مثلا تم ضبط قد ايه بقى؟ شوف الداخلية ضبطت قد ايه؟ 165 طن سلع غذائية في مجال الاستيلاء على سلع مدعومة، يعني سلع مدعومة والناس مستولية عليها، تاجر قليل الضمير مستولي عليها، الداخلية جابته. طيب بلاش، تعال نشوف الدقيق المدعم، 26 طن دقيق مدعم ده في يوم واحد، وبيبيع بقى طبعا بأزيد من الأسعار الرسمية. طيب تعال نشوف مثلا 2245 طن برضو تم ضبطهم في مسألة السلع الغذائية اللي تم ضبطها واللي بتتباع بأسعار أعلى من الأسعار المقررة. طيب بلاش دي، مواد البناء، حديد 196 طن حديد تسليح ده في يوم. يا دين النبي، تعرف يعني ايه 196 طن حديد؟ شيء مؤسف. بص لسه او مش لسه، هو الشرفاء في البلد على قفا من يشيل، مواطن وتاجر ومصنع ومستورد على قفا من يشيل،
لكن لسه للأسف عندنا اللي بيستغل أي أزمة علشان يراكم من الأموال ما استطاع. أنا مش هقولك هتقف قدام ربنا تقول له إيه، مش هقولك كده خالص، ولا ليا دعوة بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. يا راجل أنت واقف قدام نفسك في المراية بتقول إيه؟ يعني النوع ده بيقف قدام المراية مثلا يقول لي أنا حرامي قد الدنيا، يعني هتعلم عيالك إيه؟ إن أنت لص مستغل بتتاجر في قوت الغلابة، دي سلع مدعومة، بتعلم عيالك إيه؟ أنا امبارح بقول لكم كده، علموا ولادكم يعرفوا ويفهموا مثلا اللي احنا شرحناه امبارح ده، علشان يعرفوا يعني إيه دولة بتحميهم، يعني إيه دولة بتحمي الغلبان. في دول ممكن تبقى مهمومة جدا بحماية حدودها وأمنها الداخلي بس، لكن احنا بلدنا مصر مهمومة بحمايتك بشكل كامل ومتكامل، حدودك وأمنك الداخلي وسلعك الاستراتيجية وصحتك ومسكنك وملبسك ومدرستك طول الوقت. قل لي امتى مرة لا قدر الله لما حصلت أزمة كورونا في كم واحد قال لك خلاص الأزمة الاقتصادية والانهيارات ومصر هتروح وهنعمل، وعيال برضو من بتاعة الإخوان هم نفس المنظر العبيط، يجي لك في عز الشتاء ويطلع لك مظاهرات العيال لابسه مصيفين لابسين بتاعات نص كم، تعرف العيال الاخوان تلبس نص كم قصيره قوي لحد هنا ما تفهمش ليه كده، وتلاقي دراعه صغير كده. المهم مش ده الموضوع، شكلهم عره قوي. المهم مش ده المهم، فيروح مطلع لك كام فيديو واضح ان هم في الصيف، واضح ان هم من زمان جدا، ويطلعوا لا والبلد شايفين ايه ثوره الجاع. يا ابني احنا في الشتاء، يا ده احنا في الشتاء، يا ما يفهمش هو الكلام ده، غبي اخواني عايز منه خروف. المهم سيبك من هذا الخروف، السؤال بقى في وقت الكورونا في البعض للاسف الشديد راهن خاسرا على انه خلاص كده الدوله بالسلامه وباي باي. طلعت مصر رقم 3 على العالم، على العالم، مش بس في الثبات الاقتصادي، في معدل النمو. مين اللي عمل ده بقى؟ السيسي والحكومة والمؤسسات والأجهزة. دلوقتي في حاجة اسمها الأزمة الأوكرانية، أزمة عاصفة، سيبك بقى من الحرب نفسها، أزمة اقتصادية عاصفة تعصف بالعالم، هنعدي منها قول إن شاء الله. ليه؟ عشان اتخذ مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات من 2014 حتى هذه اللحظة، سخر منها البعض، شكك فيها البعض، لم يؤمن بها البعض، بس عمليا هي اللي سندنا النهاردة، وهي اللي سندتنا أيام الكورونا. ولو حصل أي حاجة في الدنيا هتفضل هذه الإجراءات بتسندنا. وهل توقفت هذه الإجراءات الحمائية؟ لا، لسه مستمرين في المزيد والمزيد من إجراءات لحماية المواطن المصري. وبالمناسبة عندكم معرض أهلا رمضان، وعندكم كلنا واحد، وعندنا منافذ وطنية، وعندنا منافذ أمان، وعندنا المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة. بص لو سمحت، لو سمحت، لو رحت محل ولقيته بيبيع غالي قول له كده، قول له ده أغلى من السعر بتاعه، أنا مش شاري من عندك. وقدامك اختيارين، يا حضرتك هترفع سماعة التليفون على جهاز حماية المستهلك بعد إذنك يا طه صديقي، أهو ما فكرتنيش أنت النهاردة، أنا افتكرت لوحدي، رقم جهاز حماية المستهلك نحطه على الشاشة، حلو؟ فعندك اختيار إنك تكلم جهاز حماية المستهلك، وفي مواطن بيقولك يا عم كبر دماغك خلاص مش هشتري من عنده، وماشي ما تشتريش من عنده، أيوه ده شكل من أشكال الإيجابية يعني. هو غالي ومغالي ومستغل، الرقم قدامكم يا جماعة جهاز حماية المستهلك. 19582 ده صوت زيما اللي فوق، وحشني يا زيما. فلو سمحتوا اتصل على جهاز حماية المستهلك وما تشتريش الحاجة الغالية، وخد بعضك وهتلاقي ثق 100%، هتلاقي اما وطنية يا امان يا جمعيات استهلاكية يا اسمه ايه ده اقول معايا، يا اما منافذ وزارة الزراعة، يا اما هتلاقي معرض اهلا رمضان، يا اما هتلاقي كلنا واحد. بص اللي انت عايزه هتلاقيه، لو سمحت اللي يبيع عليك بالغلا والكوى ما تاخدش منه حاجة،
واقول له انا هتصل بجهاز حمايه المستهلك دلوقتي. انت كده راجل لا تفتعل مشكله بالمناسبه. انت كده راجل مش غتت ودخل تغت خالص. ده حقك انت بهدوء. والله يا كذا ايه ده؟ دي سعرها مش كده. لا هو دي اسعارنا، ما في برضه ايه؟ تلاقي واحد بيقعد كده يتجرم، هي إيه دي اسعارنا مش عاجبك خلاص، قول له براحتك خالص انا هكلم جهاز حمايه المستهلك براحتك، سلام عليكم، واطلع يا عم بره المحل وكلم جهاز حمايه المستهلك واشتكي قول لهم المحل الفلاني اللي في الشارع العلاني كذا كذا كذا، طب انت مقلق انه ممكن يكون في عيال جوه شويه بياعين غلسين وممكن يقلوا ادابهم ولا بتاع، تمام مش انت عارف المحل؟ قول له شكرا انا مش شاري، واطلع بره روح اشتري اللي انت عايزه وبرضه كلم جهاز حمايه المستهلك وقول لهم المحل الفلاني اللي في الشارع العلاني بيعمل كذا 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 كذا. انا طلبي اللي لسه باكد عليه حتى هذه اللحظه، الساده المحافظين الاجلاء ارجوكوا التزام كامل بتوجيهات الريس في مساله متابعه الاسعار في محافظتكم. مهمه تقيله؟ اه تقيله، بس انتوا قدها وقدود. وزاره التموين لو سمحتوا نزلوا المفتشين بتوعكم كده ايه؟ يعني زي قوم نمنم. عايز محاضر شغاله. خلوا السوق يتظبط. لو ما اشتغلناش النهارده هنشتغل امتى؟ ده هم دول اليومين بتوع الشغل ده. طيب وزارة الداخلية بتقوم بضبطياتها الحمد لله زي الفل، وعاملين المعرض بتاع كلنا واحد زي الفلين. شوف بقى مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بتعلن وزارة الداخلية عن المرحلة رقم 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، المرحلة 22 دي بتاعت مبادرة كلنا واحد بدأت من النهاردة الصبح، هتفضل مستمرة لحد بإذن الله سبحانه وتعالى 13 إبريل، يعني لحد يوم 11 رمضان أظن. التنسيق اللي عملته الداخلية عملته مع كبريات السلاسل التجارية، بإجمالي كم فرع بقى؟ 993 فرع وشوادر وعربيات متنقلة في كل أنحاء الجمهورية، هتوفر لك بإذن الله كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تبدأ أو تخفيضها يبدأ من 25% لحد 60% حسب المنتج، يعني منافذ صورة دقة. خش على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، خش على الموقع يعني، وهتبص هتلاقي مثلا فلان الفلاني ساكن في محافظة الجيزة، هتلاقي كل الحاجات بتاعت محافظة الجيزة. فلان الفلاني في القاهرة، كل الحاجات بتاعت القاهرة، أسوان، المنيا، الدقهلية، دمياط. شوف التقرير هتستفيد منه. فاصل ونكمل الكلام. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيض في بعض السلع إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتستمر فعاليتها على مدار شهر. وتأتي تلك المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو الهدف من المبادرة. أنا عايزة أشكر سيادة الرئيس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها لنا هنا، وفعلاً حاجات الماتيريال بتاعتها كويسة وكل حاجة مناسبة جداً. مبادرة هايلة، وبصراحة كل حاجة موجودة وبأسعار كويسة جداً، فإحنا طبعاً بنشكر جداً وزارة الداخلية على المبادرة الحلوة اللي هي عاملاها دي، وكل سنة وانتم طيبين. المبادرة جاية في وقت كويس جداً في دخول شهر رمضان، شايف المنتجات متوفرة وكميات كبيرة والأسعار في متناول الإيد يعني مقارنة بالأسعار اللي موجودة بره. تشارك في فعاليات المبادرة 993 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى المحافظات، وكيانات صناعية وشركات تجارية متخصصة، وشوادر ومنافذ بالميادين المختلفة، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها من قبل المواطنين لشراء متطلباتهم، فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه قوافل متنقلة من السيارات المحملة بالسلع المخفض أسعارها بالمحافظات المختلفة. حابة أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بالمواطن المصري
ومبادرة كلنا واحد اللي بنقدر ان احنا ننزل نشتري من الأسواق ونجيب احتياجاتنا، خصوصا ان احنا داخلين على أيام مباركة. صراحة في انخفاض في السعر عن اللي هو الأسعار العادية بنسبة 30-40%، يعني الدقيق مثلا على سبيل المثال الكيلو ب 15 و 16 لقيته ب 9 و 10. فالحمد لله أنا بشوف المبادرة موجودة في الأحياء الشعبية كمان وفي كل المناطق، حاجة كويسة جدا وتدخل مطلوب في الظروف اللي احنا فيها دي. كميات كبيرة من السلع في السلاسل التجارية تتسم بالجودة العالية، وتشير اللافتات عليها إلى نسب التخفيضات في إطار المبادرة، وهو ما جذب أعدادا كبيرة من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من هذه السلع، بخاصة تلك التي ترتبط بشهر رمضان المبارك. أسعار أقل مما كانت عليه في السابق، يعني دلوقتي أحسن من أسبوع فات. الأسعار مخفضة بحيث أن أنا أقدر أشتري كمية أكبر، خصوصاً إحنا داخلين كمان على شهر كريم، فأكيد بنحتاج حاجات أكتر. الاحتياجات اليومية الزيوت والسكر المكرونات، الحاجات دي أسعارها بقت ألطف كتير وأحلى كتير. أنا بشكر وزارة الداخلية على المبادرة الجميلة في ظل ظروف العالم اللي بيمر بيها، وتخفيض الأسعار 50% دي حاجة كويسة. أنا بشكر سيادة الرئيس على المبادرة ديت وإن هي تكون مستمرة دايماً على طول. إشادة واسعة من المواطنين بهذه المرحلة من المبادرة وبالجهد الذي تبذله القيادة السياسية للتخفيف عنهم، وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتوفير احتياجات المواطنين من خلال هذه المبادرة التي تؤكد على أهمية الدور الاجتماعي للوزارة. فعلاً الأسعار منخفضة وكويسة جداً، وأنا طبعاً بشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي، وبشكر وزارة الداخلية، وجيت اشتريت حاجات كتير وربنا يخليهم يا رب ويبارك في البلد الجميلة دي. كلنا واحد مبادرة تعني الكثير للمواطنين في هذه الظروف الراهنة، تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة عالية، وتأتي من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين والحرص على دعمهم. إقبال كبير من المواطنين على السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 22 منها، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وفي إطار إصراري إنه في حمل تقيل على المحافظين، وأنا عارف تاني بؤكد الحمل تقيل، بس إحنا المحافظين بتوعنا قدها وقدود بصراحة. لازم 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 نطمن على استقرار الأسعار وعدم المغالاة وعدم التوحش، عشان للأسف لسه في متوحشين. معانا على التليفون سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، منورنا يا فندم. اهلا استاذ يوسف، حضرتك اللي منور الشاشه في النهايه. لا يا فندم، منوره بحضرتك طول ما حضرتك موجود معانا. سياده اللواء، يمكن حضرتك طبعا انا بقول انه في حمل تقيل القي على كاهلكم، بس قدها وقدود. مساله متابعه الاسواق والاسعار والتاكد من انه مفيش حد بيغالي على الاطلاق، طمنا يا فندم. انا عايز اطمن طبعا حضرتك، لان الدوله كلها مركزه من اول القياده السياسيه والسيد رئيس الحكومه، كافه الوزارات المعنيه بالموضوع. يعني احنا بقالنا فتره طويله جدا يمكن بنستعد لشهر رمضان، واحنا طبعا يمكن موضوع الغلاء طبعا هي موجه عالميه يعني، بس احنا بنتكلم عن جشع التجار فقط دلوقتي. ايوه، وده اللي مخلينا فعلا بننزل بنفسنا. الصوت بيقطع يا فندم. انا سامع حضرتك كويس. الصوت بيقطع جامد. طب يا فندم انا هستأذن ان احنا هنعاود الاتصال مرة تانية، واستأذن برضو سيادة المحافظ في انه لو مكان يبقى فيه شبكة يبقى شيء رائع وعظيم. يمكن انا اللي بقعد افكر فيه الاجراءات اللي هياخدها المحافظين علشان يطمنوا على استقرار الاسعار وعدم المغالاة والجشع. ايه هي الاجراءات؟ يعني في محافظات كبيرة
مترامية الأطراف في محافظات ممتلئة بالقرى والنجوع والعزب والكفور وما إلى ذلك، يعني هل المحافظ بنفسه هينزل يلف في كل ده، ولا انه هيبقى فيه لجان بتشكل جوه كل مركز ويبقى لجان تذهب الى قرى ولجان، يعني ده اللي انا قاعد عمال بفكر فيه، الآلية اللي هياخدها المحافظين علشان معانا سيادة اللواء اشرف عطية محافظ اسوان مرة تانية. معلش يا فندم الشبكة كانت بتقطع جامد. لا انا مع حضرتك وانا سامعك كويس جدا. طب حلو خالص. تمام. أنا بس يمكن يعني برضو بأكد إن في توجيهات وتوجيهات يومية ومتابعات بشكل مستمر، ده خلانا يمكن إحنا بنكثف الحملات التموينية داخل كل المراكز والمدن، وده يمكن خلاني أنزل كمان أنا بنفسي بقى إيه أكثر من مرة وبسأل على الـ على الـ على الأسعار وبشوف الدنيا فيها إيه. وطبعاً موضوع جشع التجار ده واضح للجميع، ويمكن حضرتك كمان يمكن أشرت إليه بشكل واضح. يعني أنا شفت ده فعلا بنفسي، وتلاقي الصنف موجود في محل والمحل اللي بعد اللي بعده ونفس الصنف بسعر تاني. فطبعا ده وبعدين في بعض المحلات ما بتحطش الأسعار كمان على السلع، فبالتالي بياخد ويدي وعنده حرية ان هو يزود في اي وقت في اي لحظة. فده يمكن كمان ركزت معهم كويس قوي، وفي اكتر من 67 محضر اتعمل في خلال الثلاث ايام الاخر دول، واحنا بقالنا فترة، لكن حاليا احنا استعدينا كويس جدا لاستقبال ان شاء الله شهر رمضان بإذن الله. في عندي اكتر من بالضبط 240 منفذ بيع، بس في اهم بقى الـ 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 يعني الاماكن اللي فيها البيع بالشكل اللي يطمن الجمهور، زي ما حضرتك برضو اشرت في عندي 5 معارض كبرى في الخمس مراكز الرئيسيه اللي موجودين، بالاضافه ان في 14 منفذ بيع للقوات المسلحه و10 للداخليه ممثله في منافذ امان. عظيم جدا. بالاضافه بقى للشركه المصريه اللي تابعه لوزاره التموين، يمكن عاملين شغل كويس قوي يعني بشكل يعني يطمن، 17 فرع موجود وده فرع جمله، بالاضافه ل 32 من الافرع التجزئه، ودخلتها يمكن دخلت اغلبها، والاسعار متناول ان شاء الله المواطن. طب سياده المحافظ، يمكن انا بقعد افكر وهفكر مع حضرتك بصوت عالي، الاجراءات او الاليه اللي هنعملها علشان ما هو في النهايه برضو يعني سياده المحافظ اللي هو اشرف عطيه هيلف على كل المراكز وكل القرى استحاله، فهل هيبقى في اليه لتوزيع هذه المهمه مثلا على نواب حضرتك على اخرين، بحيث انه نضمن انه في المراكز المختلفه ونضمن انه في توابع هذه المراكز وتوابع القرى وما إلى ذلك هناك استقرار حقيقي للأسعار وإنه لا توجد مغالاة، إيه الآلية اللي هتتبع في ده يا فندم؟ هو احنا فعلا عملنا الآلية اللي هننفذ بيها. حلو. موجود فعلا 2 نواب، وفي عندي سكرتير عام وسكرتير عام مساعد. جميل. عندي كل المراكز برؤساء المراكز والمدن ومديرية التموين، وعايز اقول لحضرتك ان احنا مشكلين اللجان ومطلعين بيهم قرارات محافظ، وكل واحد عارف هيتواجد فين، ويمكن اللجان بدأت فعلا في النزول على ارض الواقع. لان احنا مش هنستنى لغايه لما نشوف ان المشكله كبرت والتجار اتفقوا علينا كمان. ايوه. فبالتالي كمان يمكن عايز اطمن حضرتك ان المواطن اكتر واحد بيساعدنا، بمعنى ان هو كمان اللي بيبلغ، لان احنا عندنا في تواصل كامل، وفي نفس الوقت المواطن عارف بياخد حقه ازاي. حلو. يعني يمكن في اسوان عندنا الوعي كبير، يمكن بيعرفوا يتواصلوا من اول المحافظ لحد يعني نخش على غرف العمليات، غرف اداره ازمات، بياخدوا ارقام الواتساب بتاعتنا كلنا، بيتعاملوا معانا وعارفين احنا بعدها بيحصل ايه.
فعشان كده يمكن انا بطمن حضرتك ان المواطن بيساعد معانا، وفي نفس الوقت الوعي اللي موجود، ويمكن برضو في عندنا الحمد لله يمكن احنا برضو قريبين شويه من الحدود السودانيه، يمكن ده بيخلينا نتعامل فيما يخص اللحوم، يعني المجازر اللي عندنا. ايوه اللحوم، فاللحوم بتنزل عندنا باسعار يعني تعتبر بسيطه بالنسبه لباقي المحافظات، والله اعلم ما اعرفش المحافظات الاخرى، ولكن انا بالنسبه لي احنا مسيطرين على موضوع اللحوم. وعايز اطمن برضه حضرتك ان بالنسبه للخضروات والفاكهه ما حصلش فيها اي زيادات خالص، الحمد لله. دي يمكن حاجات من النقط القويه اللي موجوده. اما باقي الاصناف فاحنا يمكن برضه شايفين ان فيها نوع من السيطره عليها، ما فيش مغالاه. وانا يمكن برضه عايز اقول حاجه مهمه جدا، المحل اللي انا لقيته فعلا بيتعمد انه ما يحطش اسعار، انا عملت له بس غلط لمده اسبوع، وده بدايه. يعني انا يمكن اكثر من يعني اربع محلات بس خلال الثلاث ايام الاخر دول لما مريت لقيت مش حاطط الاسعار، وعن تعمد، يعني مش مثلا في احد الاصناف مش موجوده عليها سعر. انا عندي رجاء يا فندم، عندي دول مش بتوع اسبوع يا فندم، ده يتخبط له اسبوعين ثلاثه يعرف ان الله حق. ما هو حضرتك برضو يعني احنا لازم يعني هنشوف ده لما بيتكرر الخطا تاني، لان احنا بنعمل المبدا الخاص بالثواب والعقاب. لكن انا مش عايز الحته بتاعت ان احنا لما هدي له اسبوعين، ما هو عنده عمال وعنده ناس بيشتغلوا كده. انا بس الفكره بالنسبه لي الاسبوع ده لما بيتشمع المحل قدام الدنيا كلها، وهو له برضه الزبون بتاعه، لما بيجي يلاقي المحل بتاعه متشمع وممنوع يتفتح لمده اسبوع ويكتب عليه كده، اكيد بيبقى عبره للاخرين. وفي نفس الوقت لما بيتكرر تاني ما بياخدش بقى موضوع غلط الاسبوع ده، احنا بنتكلم على انه بياخد الشهر كامل بعدها أحسن. ثم الاجراء الاخير بقى ده ما احنا ما فيش له اصلا نشاط تاني، يسحب رخصته على طول. بالظبط كده أحسن. لكن هو اسبوع في البدايه احسن، يستاهل. سيادة اللواء أنا بشكرك جدا، أداها وقدودها يا فندم، كل الشكر لحضرتك. سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. تاني يا جماعة، الدولة هتتعامل بمنتهى الصرامة، منتهى الحسم مع أي حد ناوي يرفع أسعار، يشيل الأسعار من على المنتجات، يستغل الناس، يستغل الأزمة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. التعامل هيبقى بمنتهى الصرامة. بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتها هتبقى قفلة أسبوع، اللي بعده هتبقى شهر. كملنا، رخصتك راحت في الكلاموزيا، غني ظلموه بقى براحتك، وقعد بقى وقول جبار وبتاع، وخد كل بقى أغاني عبد الحليم وقعد اسمع وولع شمعتين وقعد ابكي وعيط وبتاع. هو ده اللي هيحصل، يعني أتمنى إنك ما تعملش كده. عشان تعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء غريب جدا جدا. طيب، بص أنا أصلي مش من أنصار الطريقة بتاعت اللي هو إيه، إحنا نقول للمواطن إيه لما تلاقي البضاعة قاطعها. لا أقاطعها ليه؟ يعني أنا لو لقيت سلعة ما غالية فأنا هقاطعها؟ ليه هقاطعها؟ الحمد لله عندي وطنية وعندي أمان وعندي مجمعات استهلاكية وعندي اللالي، أنا هروح أشتري من دول بس كده، ألف سلامة. الدولة موفرة لي منافذ حدث ولا حرج، موجودة في كل حتة. يعني أنا جنب بيت، أنا بشوف ثلاثة أو أربعة. عبد الله جاري، إحنا عندنا كم منفذ جنبنا يا عبد الله؟ وطنية كتير صح؟ وفي عندنا أمان كمان جنبنا. فأنا بصراحة لو رحت لأي بقال ولا مسمي نفسه سوبر ماركت ولا مسمي نفسه أي كلاموزيا، خلاص بالسلامة يا عم، والقلب دعيلك. مش أنت شقي وشطور وعفريت حتتكو؟ بيع للهوا بقى. والله بتكلم بجد، أنا بقولش إن إحنا من دلوقتي هنعتمد على كده بس اللي باي باي مع السلامة، احنا مش عاوزين نقطع عيشك،
بس انت اللي بتقطع عيشك بايدك. البضاعة موجودة، اهلا رمضان موجود، كلنا واحد موجود، منافذ موجودة. طب ايه؟ ايه؟ محدش هيعرف يلوي دراع الدولة، محدش هيعرف يتكاتر علينا، دي دولة. هو احنا ايه؟ طيب، مؤسسة حياة كريمة اعلنت النهاردة عن انطلاق قوافل وصل الخير. يا حلو قوي الاسم ده. ده للمساعدات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية ضمن حملة اسمها حملة مليون كرتون. ده بيجي في إطار تنفيذ لتوجيهات فخامة الرئيس لتخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا، وده بيجي طبعا زي ما حضراتكم عارفين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. من النهاردة بدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين في مؤسسة حياة كريمة في كل محافظات جمهورية مصر العربية. بإيه بقى؟ بدأوا يحملوا العربيات اللواري الضخمة الحلوة الجميلة دي بالكراتين وبالسلع الغذائية واللازم منه، علشان هتخش تتحط في المخازن، وبعد كده تتحرك بقى من مخازن ومجمعات ضخمة تبدأ بقى تتفرق وتمشي على الطرق علشان توصل لكل المحافظات. ده دي مرحلة أولى من ضمن حملة المليون كرتونة، يعني بدأنا من النهاردة. طيب المحافظات بقى بتاعت المرحلة: البحيرة، بني سويف، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا. خمس محافظات، خمسة وخميسة. حلو ده، كده صباح الفل، كده المرحلة الأولى. مؤسسة حياة كريمة مؤمنة بأن ليها دور مجتمعي كبير تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في كل المحافظات. ما احنا بنتكلم هنا على حياة كريمة بمشتملاتها. حياة كريمة يا جماعة معمولة علشان خاطر المواطن يعيش كويس، علشان المواطن محدش يلوي دراعه، علشان المواطن ياكل مظبوط، يعيش مظبوط، محدش يغلي عليه، يتعالج مظبوط، يتعلم مظبوط، يشتغل مظبوط، يشرب مظبوط، يستخدم صرف صحي مظبوط، يتفرج على التلفزيون ويستخدم الانترنت مظبوط. دي حياة كريمة بمنتهى البساطة دون تعقيدات. طيب حياة كريمة بتعمل ده في إطار من شراكة مع جهات كتير. حياة كريمة مثلا وصندوق تحيا مصر بيواجهوا موجة الغلاء بقوافل السلع. تعالوا ناخد معانا الأستاذ أحمد سعيد وهو مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة. ازيك يا أستاذ؟ تمام والله الحمد لله. ازيك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء. ازيك انت عامل ايه؟ تمام والله كله ماشي الحمد لله. فرحنا بقى. بص خليني اقول لك، يعني احنا المجهود بتاعنا اللي هو بدا فعلا يعني يظهر النهارده ده، يعني نتيجه تقريبا شهر شغل. احنا بدانا شغل على موضوع التحالف الوطني، انت اكيد عارف ان احنا وقعنا ميثاق التحالف اول امبارح يوم الاحد. ده التحالف الوطني اللي هو للجمعيات الاهليه العامله في مجال عموما يعني المجتمع المدني. كان طبعا يعني معانا عدد كبير قوي من الجمعيات الاهليه الكبيره والمؤسسات اللي هي شغاله في العمل الاهلي والتنموي. الحقيقه التحالف ده احنا بداناه علشان نخلي جهودنا كلها تتكامل وتتضافر لخدمه المواطن المصري. حلو. يعني احنا كنا دلوقتي قبل كده كنا بنلاقي كل مؤسسه او جمعيه بتنزل بتستهدف فئه معينه او شريحه معينه او محافظه معينه، ولكن ما كانش فيه توحيد للجهود، فممكن تلاقي بيحصل فيه زي دوبليكيشن او اوفرلابنج ما بين المؤسسات وبعضها، ان كل واحد ليه فئه بيستهدفها او قطاع بيستهدفه، فبالتالي ممكن يوصل الدعم ده او الخير ده يوصل لفرد مره واثنين وثلاثه وما يوصلش لاسره ثانيه او لفرد ثاني في محافظه ثانيه او في قريه ثانيه. فالحقيقه يعني كان الميثاق ده هو فعلا يعني تكليل لتوحيد جهود العمل الاهلي، ونحن فعلا نخدم كل الفئات
المستهدفه وان احنا نوسع القاعده بتاعت الشريحه اللي احنا بنستهدفها. طيب ده عظيم جدا. كان بدايه العمل الحقيقي بتاعنا. خليني اقول لك برضو ان احنا بننسق ما بيننا وما بين بعض ان احنا بنعمل دلوقتي قاعده بيانات وتقريبا يعني قربنا على الانتهاء منها. قاعده البيانات والمعلومات دي اللي هي هنشكل بيها رائع يعني رائع اساس رائع. البناء بتاع التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. ده علشان نقدر نوسع قاعده المستهدفين بتوعنا عشان ما يحصلش تكرار زي ما قلت لحضرتك، وبرضو ننسق ما بيننا وما بين بعض الفئات اللي احنا نستهدفها. كل مؤسسة أو كل جمعية تستهدف مجموعة من الناس، وبالتالي المؤسسة الأخرى هتكون عندها علم بالمجموعة اللي هي نزلت لها أو الفئة اللي هي استهدفتها، فبالتالي توجه جهودها لفئة تانية ما كانش بيوصلها الدعم ده. طيب الداتا بيز بقى دي اللي عملتوها يا أحمد، دي بالمشاركة مع زي لو اعتبرنا كده شركاء النجاح في حياة كريمة؟ بالظبط كده. احنا كافة المؤسسات الكبرى اللي هي شغالة في العمل الاهلي والتنموي في مصر، يعني بدءا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ومؤسسات حياة كريمة ومؤسسات تانية كتير، انا مش عايز يعني انسى الاسماء كلها، يعني ما يفوق 20 مؤسسة. كنا قاعدين يوم الحد وقعنا الميثاق ما بيننا وبين بعض على ان احنا ننسق الجهود كلها في اطار ان احنا بنوسع قاعدة المستهدفين. ده عن طريق ان احنا بنشترك في قاعدة بيانات واحدة ومعلومات واحدة اللي بيها هنوصل الخير لكل المستحقين بدون ما يحصل تكرار. حلو جدا 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 جدا. طيب يعني دلوقتي بقى احنا اللي انا فهمته ان احنا في عندنا مرحله اولى من 5 محافظات، صح كده؟ بالظبط. احنا النهارده بدانا، يعني ده اشتغلنا عليه تقريبا من الفجر امبارح، ولحد دلوقتي احنا مستمرين، يعني احنا في غرفه العمليات شغالين لحد دلوقتي، مستمرين على مدار ال 24 ساعه. بدانا بالويف الاولى اللي هم 5 محافظات. بدأنا بالبحيرة وبني سويف وشرقية وكفر الشيخ والمنيا. جميل. دي الويف الأولى، وطلعنا يعني ما يقارب دلوقتي حتى الآن 16,000 كرتونة طلعوا بعدد 8 شاحنات، ولسه بيستمر يعني العمل. إن شاء الله النهاردة هنخلص 30,000 بإذن الله. بإذن الله. طيب الموجة الأولى، بلاش كلمة الموجة دي، الموجة دي عندي بتيجي على طول إيه؟ الموجة التضخمية، الموجة بقول لك إيه؟ المرحلة المثمرة الأولى. الموجة الأولى من الخير. يا رب دايماً خير. المرحلة الرائعة الأولى دي تخلص إمتى؟ وتبدأ بقى إمتى المرحلة الثانية بتاعتنا؟ خليني أقول لك إن الموجات ديت دي هتبقى متتابعة. حلو. هيحصل فيه يعني اوفرلابنج، يعني دلوقتي انا بطلع للبحيره وبني سويف والشرقيه وكفر الشيخ والمنيا، 5 محافظات دول انا بدات اطلع لهم النهارده وبكره، ويستمر العمل. ولكن بكره هزود كمان في بعض المحافظات الثانيه من الويف الثانيه ان شاء الله، وهكذا بيستمر العمل خلال الاسبوعين دول، ان احنا بنودي كل الشاحنات الى المحافظات كلها ال 27 محافظه، وهيتم التخزين داخل المخازن الاستراتيجيه للمحافظات، ثم بعد كده توزيع للمراكز، وان شاء الله هنكون انتهينا من عمليه التوزيع قبل رمضان باذن الله. يعني باذن الله باذن الله باذن الله قبل يوم 2 ابريل هنكون وزعنا على الناس 1,000,000 كرتونه باذن الله. ابو حميد، مؤسسه حياه كريمه هتكون خلصت 1,000,000 كرتونه قبل بدايه رمضان باذن الله. ابو حميد، ده اكيد. احنا سهرانين ليل ونهار، يعني انا مش عايز اقول لك، يعني احنا ما بننامش تقريبا، احنا بقالنا تقريبا يعني اسبوع كل واحد فينا بينام مثلا تقريبا 2 أو 3 ساعات. يعني النهارده بدايه ثمره النجاح بتاعنا، احنا شغالين طول الفتره اللي فاتت دي بناء على الاعداد الميثاق بتاع التحالف والاجتماعات اللي انعقدت مع كل المؤسسات، وان احنا بنحاول نجهز للقافله دي من بدري جدا. عايز اقول لك ان دلوقتي يعني ده الثمره بقى فعلا بتاعه النجاح، ان احنا بدانا نطلق النهارده الويف الاولى لتوصيل الشحنات للمحافظات اللي هي المرحله الاولانيه، وهنستمر في التوصيل للمحافظات الباقيه تباعا، مع الاستمرار كمان في المرحله الاولى والانتهاء منها ثم الثانيه والثالثه، يعني كله هيبقى امبارل مع بعض. يعني باذن الله على يوم 2 او قبل يوم 2 رمضان هنقول مثلا ان شاء الله قبل يوم 2 ابريل، 1 ابريل هنكون باذن الله وزعنا 1,000,000 كرتونه. بالظبط. طب ما تقول لي بالمناسبه كده، اصل انا حابب ان انا اقعد يعني ايه اناكف فيك شويه، قول لي الكرتونه فيها ايه؟ الكرتونه كلها مواد جافه،
يعني عشان برضه نضمن ان هي توصل يعني يعني مثلا ايه رز وعدس وفول ومكرونه؟ فيها رز، فيها مكرونه، فيها عدس، فيها سمنه، فيها زيت، فيها صلصه. الوزن الكلي للكرتونه حوالي 11 كيلو او 11 كيلو يعني بعض الجرامات يعني زياده، بس ده بالنسبه للمحتوى الكرتونه. اوكي حلو جدا. طيب دي كده مواصفات او مكونات او محتويات الكرتونه اللي بنوزعها. طيب هل من باب الدلع يعني، من باب الدلع يعني، ان انا اقول والله مثلا الحته دي او القريه دي او المنطقه دي ممكن ما يبقاش ليهم احتياج قوي مثلا للرز فزود له بداله فول او عدس او مكرون، يعني حاجه جت على بالي بصراحه. هي فكره جميله جدا على فكره، يعني هي فكره حلوه ان انت تستهدف كمان. بجد ولا بتجاملني؟ لا بكلم بجد فعلا. خدني معاكوا في حياه كريمه لو سمحت. لا انا بكلم بجد ان هي فكره فعلا كويسه جدا. طب حلو. الاستهداف كمان ممكن يبقى على الـ يعني على المواد نفسها الغذائيه اللي هتوصل لها، ان هو في القريه دي او في المركز ده هو متوفر جدا مثلا المكرونه بسعر معقول او متوفر الرز بسعر معقول، فهو مش محتاج مثلا الرز قد ما هو محتاج لبعض المكونات الثانيه. فدي فكرة كويسة جدا هنقعد نشتغل عليها. شوف الأمانة أقول إنه عبد العظيم صاحبي زميلي المخرج هو اللي قال لي عليها دلوقتي. فوبعدين احنا فكرة عظيمة جدا. خدوا عبد العظيم معاكوا في حياة كريمة هينفعكوا جدا. ينور ده أكيد ده طبعا. إيه ده؟ أنا بقول لكش عبد العظيم ده عامل إزاي؟ ده رهيب رهيب في موضوع بقى الداتا بيز والحاجات والكلام ده، شاطر قوي في الموضوع ده. أنا بشكرك جدا يا أحمد، ألف شكر، وشكر لي بعد إذنك بالنيابة كل الفريق بتاعكو بجد يعني. ربنا يخليكوا، ربنا يخليكوا يعني ويخليكوا للغلابة بصراحة. ألف شكر ليك يا أحمد، كل الشكر للعزيز أحمد سعيد مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة. بالمناسبة إحنا عندنا حاجة كده من باب النقنقة. نقنقة يعني ايه؟ اعتبرها نقنقة التحذير. احنا مش نقنقة هنتسلى فيها، هي نقنقة التحذير. عايز افرجكم على شوية صور على اللي حصل في أسوان، وازاي انه التعليمات والقرارات التي اتخذها محافظ أسوان اللي هو أشرف عطية كانت بجد، ما هياش هزار يعني، يعني ما هوش كلام قاله سيادة اللواء على التلفزيون، هو عمل كده. يعني المخالف اتشمع. انزل بالصور يا يونس، فرجنا عشان بس تبقى ايه. يا سلام يا سلام. اللي بعده جميل رائع. فرحان يا يوسف انه البتاعات بتتقفل؟ ايوه يا فندم انا فرحان. واحد يمارس اللصوصية يعني بيستغل الناس، هبقى سعيد انه قاعد شغال وبيستغل خلق الله خالص. انا ابقى سعيد لما يتضرب قطع على ايده كده. كمل ديلي في الصور الجميله دي، الحاجات المبهجه. ده في جزار كمان كان قارص على الناس. شفت بقى هنا، ادي ده مش تشميع، عادي ده بس اللي هو اشرف نازل بيبص بصه ويتاكد ان الدنيا ماشيه في التمام، الحاجه تبقى على مستوى جودة محترم، والأسعار تبقى بالمظبوط، عشان خاطر إيه محدش لا يجي كده ولا كده. ده جزار محترم من أسوان أهو. دي إيه دي؟ موزة دي يا ولاد ولا إيه؟ يا سلام. أو على رأي الشيخ حسني بقى، فيلم الكتكات، أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، ربنا كنت أحب الراجل ده حب غير طبيعي بجد يعني. يا سيدي يا عيني. بص 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 بص، هو بيشفي حته الموزه كده. انا عايز اقول لك ان انا مش من الناس اللي ليها في الموزه خالص، ماليش في الموزه خالص عشان تبقى عارف، بس انا احب شكل تشفيه اللحم يعني. من زمان، من وانا صغير. والله احبها قوي. فكروني احكي لكم على حدوته حصلت وانا صغير جدا، واحنا عيله متوسطه يعني. ابويا كاتب وامي كاتبه وبتاع، بس احنا ناس متوسطين يعني. فحصل كان معايا، كنت صغير قوي،
كان عندي مثلا ايه 5 سنين ولا حاجة، وحصل وقتها أزمة كبيرة في اللحمة وفي الفراخ وبتاع، وأنا طول عمري كارنيفور يعني ما باكلش غير بروتين، ما بعرفش آكل جبن كنت وأنا صغير يعني. فنعمل ايه نعمل ايه؟ فأمي الحقيقة يعني شعرت بأنه في أزمة هتحصل بسبب الوحش الصغير اللي موجود في البيت، مربية أسد صغير كده. فكانت حتى تقعد تتكلم يوسف عامل زي النمر، لازم تديله حاجة يعضها قبل ما ينام. لحد دلوقتي عندي هذه العادة اللئيمة، لازم آكل قبل النوم، باين صح؟ بس أنا خسيت والله. فأمي اتصرفت فإنه تجيب، وقتها ما كانش بيبقى حاجة خالص، ولا لحمة ولا فراخ في الأسواق، وبعدين احنا مش حمل ان احنا نروح بقى للجزارين في المحلات وبتاع والكلام ده، دول كانوا بقى بيبيعوا غالي جدا 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 جدا، مش قد ميزانيتنا خالص يعني خالص، ولا من بعيد ولا من قريب. فأمي اتصرفت علشان كان وقتها يقول كده لك يجيب البون، تجيب لنا بون بكرتونة فراخ. ووقتها يعني راحت لحد وزير التموين آنذاك بوساطة من خالها آنذاك اللي كان وقتها، كان خال أمي وزير الاقتصاد وقتها الدكتور سليمان نور الدين الله يرحمه بقى. والله فالمهم بقى إيه، فراحت بقى علشان فقالت له معلش يا معالي الوزير أنا أسفة أن أنا بطلب الطلب ده، بس أنا عندي ولد في البيت لو ما كلش لحمة هتحصل مأساة، الولد لو راح المدرسة بسندوتشات جبنه بيرجع بيها زي ما هي. فانا بفتكر ده دلوقتي ليه؟ لانه يمكن من الحاجات اللي شفناها واحنا صغيرين مساله فعلا جشع التجار، ومساله انه وقتها يمكن الدوله ما كانتش مشغوله بحمايه الطبقه المتوسطه زي حالتنا، وبحمايه الناس اللي على قد الحال قوي. لجأنا صحيح للواسطة يعني علشان نعرف نلاقي حاجة ناكلها، ما كانش في وقتها لا معارض أهلا رمضان ولا حاجة، كله بالسلامة. كنت وقتها حتى لو دخلت الجمعية الاستهلاكية كانت بتبقى فاضية في هذه المرحلة، كانت مرحلة صعبة قوي 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 قوي، أظن كانت سنة 80 تقريبا أو 79 حاجة كده يعني، كان أيام الرئيس السادات الله يرحمه. النهاردة عندك دولة بتحميك، احنا ما شفناش ده. عندك دولة خايفة عليك، احنا ما شفناش ده. عندك دولة لغت الطوابير او قضت على الطوابير اللي كانت بتقف قدام المستشفيات للعلاج، احنا ما شفناش ده. عندك دولة بتوفر لك تأمين صحي. عندك دولة قضت لك على فيروس التهم الآلاف وتسبب في وفيات بعشرات الآلاف اسمه فيروس سي، دولة قضت لك عليه بلوشي. عندك دولة قضت على حاجة اسمها العشوائيات، الله لا يرجعها، الناس بقت عايشة في حتة زي الأسمرات على سبيل المثال. عندك دولة نزلت على الأرياف وعملت حاجة اسمها حياة كريمة بتشتغل عليها، وفي قرى تنفذت فعلا فيها حياة كريمة زي ما كنا بنتكلم يمكن من شوية، وفي قرى شغالة وهكذا، وحطت الجدول الزمني 36 شهر يعني 36 شهر. احنا مش بس بقى ما شفناش ده، احنا عمرنا حتى ما كنا نحلم بده. احنا جيل اتولد في السبعينات شاف منتهى الصعوبة، الأكبر مننا لحقوا العز، وعيالنا لحقوا العز، احنا اللي اتطحنا، احنا الجيل اللي بجد تعب قوي واتظلم قوي قوي، اتظلم في تعليمه واتظلم في علاجه واتظلم في الشغل، اتظلم في كل حاجة. احنا شفنا أهالينا وهم بيطفحوا الكوتة علشاننا، والله ومش عارفين يعملوا ايه، ما حلتهمش غير المرتبات اللي ما كانتش تكفي او النعمة. يا راجل ده انت كنت تروح اي حتة ما تلاقيش اي حاجة تقريبا، يا راجل ده حتى شكل العربيات كان يزعل. شوف النهاردة الناس اللي عايشة في مصر
أطفال، أنا بقول لك أهو، احكوا لعيالكم اللي احنا كنا بنشوفه واحنا صغيرين، خليك أمين، احكي لهم اللي كنت بتشوفه، ولو كنت من الناس اللي كانوا أغنياء وقتها ربنا يا رب يديكوا دايما ويوسع عليكوا يعني، احكي لهم برضو إنه كان في ناس مش لاقية الهوى، ولو لقيته تلاقيه بسعر الذهب، خد بالك يعني، احكي، خليك أمين واحكي لعيالك ده إذا كنت من الأغنياء، وخليك أمين إذا كنت زي حالاتي من الناس بتاعت الطبقة المتوسطة اللي ربنا كرمهم برضو الحمد لله، فضل وعدل من عند ربنا، بس احكي لهم إن إحنا كنا في وقتنا المسألة صعبة قوي 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 قوي، احكي لهم إنه دلوقتي دلوقتي بالمناسبة أصلنا في واحد يعف اللسان عن وصفه، شفت له فيديو حقير كده على تيك توك تحديدا، وهو بقى ايه بيكذب، بيكذب الكذب البواح يعني، ويقول لك يعني ايه سعر البيض في مصر اقل من امريكا، مش صحيح. انا كل اللي هطلبه منك الاتي، اكتب على جوجل سعر البيض في امريكا، واعرف واعرف هما هناك في امريكا بيبيعوا بالدازن اللي هي 12 بيضه، يعني تلاقي بتاع كده اوروبا وامريكا العالم الغربي بيبيع بال 12، مفيش حاجه اسمها 24 و30 وسعر الجمله غير سعر القطاعي وحاجات زي كده. المهم سعر البيضه في امريكا، وليه انا اخترت امريكا تحديدا مش بس عشان هذا الفيديو يعني اللي انا شفته، 3 جنيه مصري، يعني ما يوازي 3 جنيه مصري. طب ليه امريكا يوسف اللي اخترتها؟ اقول لك ليه اخترت امريكا. امريكا هي بلد الوفره، فيها وفره من كل شيء، دي الدوله القاره، عندها الصحراء وعندها المناخ الاستوائي وعندها التلج وعندها الجو المعتدل، فعندها تقريبا وفره من اي حاصله تغلها الارض، وعندها وفرة من رؤوس الأغنام والماشية، وعندها وفرة من الدواجن، وعندها وفرة طبعا من منتجات الألبان، عندها وفرة في أي حاجة. أمريكا دي فيها كل حاجة، كل حاجة. إذن مفترض إن كل حاجة تبقى رخيصة جدا. لا يا فندم، هو أمريكا ما هيش رخيصة جدا ولا حاجة زي ما الكذابين بتوع الإخوان بيقعدوا يروجوا خالص. هي أمريكا طبعا أغلى منك. هتيجي تقولي بس أصل معدل ومستوى الدخل، أقول لك آه طيب، هو متوسط الدخل في أمريكا كام؟ المتوسط العام للدخل، وبالمناسبة يعني أمريكا حساب متوسط العام للدخل بتاعها بيبقى على حسب الولاية، بس حتى لو قلنا المتوسط العام للدخل في أمريكا $3,000 ماشي؟ طيب فلو أنت تعرف أنه الـ 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 السعر بالمقارنة بالمتوسط العام يعتبر بالنسبة للمواطن الأمريكي اللي بيحصل على هذا المتوسط من الدخل لا يعتبر رخيصا على الإطلاق، على الإطلاق يا راجل. ده الرئيس الأمريكي قال محدش يكلمني عن التضخم تاني لأن أنا ما بقاش فيه في إيدي حاجة. ده الرئيس الأمريكي، رئيس مجلس إدارة العالم، بيقول محدش يكلمني عن التضخم تاني لأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل لمستويات قياسية. قال لك محدش يكلمني عليه تاني. طيب في مصر الحقيقة اللي ما هياش قد أمريكا في الاقتصاد ولا في التنوع الإنتاجي على الإطلاق ولا احنا قريبين منها، الرئيس بتاعك ما قالكش كده يا أخي. قال لك حاضر، أنا هعمل إجراءات علشان تحميك، وأي حد هيقرب من الأسعار ويزودها هنعمل 1 و2 و3 و4، وثبتولي سعر العيش حتى غير المدعم أنا مش عايزه يزيد، واعملوا كذا، وجه المحافظين بكذا، وجه الوزارات بكذا إلى آخره. بلدك فعلا بتحافظ عليك. ما عنديش حاجة يمكن أقولها لك دلوقتي تاني أكتر من إن احنا هنستأذن في فاصل ونرجع نكمل الكلام. في ظني المتواضع انه الاجتماع بتاع النهارده اهم حاجه حصلت في مصر يمكن
النهارده وامبارح واول امبارح. ليه؟ عشان ده رغيف العيش. قرارات الرئيس بتسعير رغيف العيش غير المدعم وزياده سعر التوريد بتاع الفلاح عن طريق الحافز على كل أرداب وطرح سلع غذائية مدعومة. السؤال بقى إيه مدلول ده؟ ده واحد. اتنين، إيه انعكاس ده على المواطن في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يشهدها العالم؟ خلونا نرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو دكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم. منورنا جدا قوي خالص. بنور حضرتك وسعيد طبعا أنا معاك ومع السادة المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. كنا بنتكلم على مدلولات قرارات الرئيس في اجتماع النهاردة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن حضرتك قلت نقطة يعني حتى سريعا بس أنا عاوز أقف عندها في المقدمة. جزء هو الدولة طب والتسعير ودلوقتي والأزمة. احنا دايما يعني عندنا كده أساسيات كده في علم الاقتصاد وبالأخص لما بنتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي لابد يبقى في ثلاث أدوار رئيسيين يتم التأكيد عليهم دايما، مش في الأزمات بس، دايما طول الوقت: التوجيه، الرقابة، المشاركة. حلو، ده دور الدولة في النشاط الاقتصادي. نيجي عند أهم دور، الرقابة. الرقابة ديت هي اللي هتقدر ان هي تضمن ان النشاط الاقتصادي دوت يتحرك بالشكل اللي يخدم مصالح المواطن والمستثمر والمنتج والدولة بشكل عام في مؤسستها. فكرة ان الرقابة ديت للأسف الشديد في فترات ما كانتش بالقوة اللي احنا شايفينها في الوقت الراهن، كان في نوع من انواع الفساد اللي كان المواطن بيشوفه، لكن ان احنا نبتدي نحارب الفساد نلاقي ان مؤسسات الدولة كلها بتتعاون لمواجهة الأزمة، وده مش جديد. احنا شفنا تحدي كان ضخم جدا زي تداعيات كورونا، وشفنا ازاي ان الدولة قدرت ان هي تقف وتواجه هذه الأزمة في ظل بقى مش حرب ما بين دولتين وتأثير على معدلات التضخم عالميا، لكن احنا بنتحدث عن فترة كان فيها إغلاق كامل، كان توقف العالم كله، النشاط الاقتصادي على مستوى العالم كان في حالة من حالات التوقف. احنا دلوقتي مش بنتحدث عن اغلاق كامل، لكن احنا بنتحدث على ازمة مرتبطة بارتفاع الاسعار وناتجة بعد كمان ان معدلات التضخم ابتدت ترتفع عالميا نتيجة التعافي التدريجي من جائحة كورونا، بقى في زيادة في الطلب. فصاحب دوت مع الازمة الحالية مرتبطة بروسيا واوكرانيا ومدى وزنهم النسبي على مستوى الاقتصاد العالمي وتأثيرهم في عديد من السلع الأساسية، سواء بنتحدث عن البترول والغاز والقمح والحبوب والزيوت وغيرها من هذه المنتجات، دي كلها جت وصعبت من الأمر، لأن احنا لسه مش هتكلم على مصر، خلينا نقول على مستوى العالم، الحكومات لسه ما قدرتش ان هي بالبلدي كده تتعافى وتفوق من حضرتك متذكر ان مع أزمة كورونا كل الحكومات ايه؟ احنا هنضخ مليارات في النشاط الاقتصادي علشان نتعافى بسرعة، احنا هنضخ حوافز اقتصادية، وده بدأ من اول حتى الاقتصاد الامريكي وتابعه العالم كله باشكال مختلفة. الدولة المصرية تحركت بحزمة كبيرة، فالحكومة والدولة واي حكومة تانية لسه لم تتعافى بالشكل الكبير، لكن ازاي ان احنا مع اصلاحات اقتصاديه اتحركنا عليها، مؤسسات الدوله ابتدت تشتغل، ابتدينا كمان ان احنا نطلق برنامج مهم جدا العام قبل الماضي اللي هو الاصلاح الهيكلي. الناس لما ابتدت تسمع كتير عن فكره احنا عاوزين نرفع نسبه مساهمه قطاعي الزراعه والصناعه بجانب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات في الناتج المحلي الاجمالي، وكنا بنتكلم يمكن كتير في الموضوع ده، لكن الناس برضه فكره يعني ايه هيرفع المساهمه ابتدينا احنا دايما نتكلم ايه؟ طب احنا عاوزين نعمل توطين للصناعه، طب احنا عاوزين نعمل الصوب الزراعيه، طب احنا عاوزين نعمل استصلاح للاراضي الزراعيه. فكره ان انت تبتدي تامن نفسك ويبقى عندك تقدير لعديد من المواقف وفي نفس الوقت بترفع من نسبه الاكتفاء الذاتي بالنسبه للدوله المصريه ده كان امر مهم. على فكره سياده الرئيس كان تحدث يمكن في احد الافتتاحات عن اجتماع مع وزير الماليه وكان تحدث عن موضوع القمح. يعني الكلام دوت حصل، وكان ساعتها بيقول ان وزير الماليه كان بيعرض على فخامه الرئيس موضوع ان القمح وان احنا بنستورد القمح، فحتى يمكن سياده الرئيس وجه في التصريح دوت وفي الافتتاح دوت على ما اتذكر الجزء الخاص بيه ان احنا عاوزين نوصل لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي. فكره ان احنا نستورد قمح ده في حد ذاته في دوله زراعيه في المقام الاول من 7000 سنه ده يعني موضوع في حد ذاته، حتى
مزعج لنا كلنا، لان القمح ده يظل يعني هو الاساس بالنسبه لنا. صح. الفكره كلها ان احنا يمكن السنين اللي فاتت اتحركنا على كذا جزئيه، جزئيه مرتبطه بازاي ان انا ازود من حجم المساحه المزروعه، وجزء تاني التعديات اللي على الاراضي الزراعيه، لان برضو الناس بتتكلم ايه، طب احنا ليه ما نزرعش كلنا قمح والدوله تقعد. ايوه، ما هو زراعه القمح ديت مش برضو بالسهوله اللي احنا متخيلينها. وخليني اتكلم بمنتهى الصراحه، هو اللي عنده ارض زراعيه بيشوف العائد على زراعته من القمح والعائد على زراعته، انا اسف، من الكنتالوب ولا الفراوله مثلا، فهو بيشوف ايه اللي هيكسب فيه اكتر. فلما هيلاقي، لما انا اجي اقول له اصل القمح والامن القومي والامن الغذائي وبتاع، لا، هو بيحسبها كجدوى اقتصاديه وكعائد على استثمار. عشان كده الدوله ابتدت ان هي تتدخل، ان هي حافز التوريد لا، ابتدت الاول ان هي الاول تزرع، لا، والجزء الثاني الاسعار الخاصه بيه عمليات التوريد ابتدت ان هي تزودها عام عن الاخر، علشان برضه يبقى في جدوى، وابتدي ان انا اشجع الناس ان هي تستثمر. وفي نفس الوقت في الظروف الراهنه ابتدينا نحط حافز اضافي علشان اشجع بشكل كبير ان المنتجين والمزارعين يبتدوا يتحركوا عليه. الفكره برضه في نقطه، ان حتى مع الاسعار اللي كانت بيتم تقديمها من جانب الدوله، ويمكن المستثمرين والمزارعين بيشوفوا ان هي اسعار قليله، هي على فكره هي اقل من الاستيراد. يعني سوري، يعني اعلى، اغلى من الاستيراد. يعني بالظبط، يعني هي الفكره، يعني انا لو استوردت هيبقى ارخص بكتير، يعني انا لما استورد هيبقى ارخص بكتير من بس انا بدور على مصلحه المزارع بتاعي. انا وكمان بص على السلاسل بقى، يعني ازاي ان في عماله بتشتغل وبفتح بيوت، لان حتى يمكن سيادة الرئيس كان دايما يقول ايه، لا احنا في حاجات بنعملها الغرض منها اجتماعي قبل ما يكون اقتصادي. يعني انا لو بحسبها ورقه او قلم، طب انا بستورد بكذا، فانا بدعم سلسله التوريد بالكامل او السبلاي تشين، والقطاع كله بيبتدي ان هو كمان يتحرك. طيب انا هستاذنك عند النقطه دي في مساله دعم سلسله التوريد كاملها، من أول الفلاح اللي بيزرع حتى تصل إلى المستهلك النهائي. هستأذن نروح لفاصل، نرجع نكمل الكلام مع دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم. استنونا. خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم. وتوقفنا عند نقطة، إنه بمنتهى البساطة أنا بالرغم إنه سعر التوريد ده للقمح المحلي ده أغلى من المستورد، بس أنا بدعم السلسلة الكاملة بتاعت التوريد عشان خاطر كل الناس اللي بتشتغل في هذه السلسلة. أكيد. سلسلة التوريد مش معناها المتاجر يا جماعة، يعني من أول المزارع لتاجر الجملة للكذا للمطاحن إلى فإحنا بنتكلم على عدد عمالة. طبعا عدد عمالة وبيوت بتبتدي إن هي يعني يبقى ليها مصدر دخل، وعجلة إنتاج بتبتدي تتحرك. وفي نفس الوقت إحنا دايما سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى الصناعة، أو احنا فكرة ان احنا يبقى عندنا مستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، هو ده اللي الدولة بتحاول ان هي تتحرك عليه. لكن احنا بس بنوضح بعض الحقائق اللي ممكن تكون غايبة عن البعض. لكن كمان مش الموضوع مرتبط بالسعر وبس، يعني مش فكرة كمان ان المستورد ممكن يكون سعره اقل من المحلي، احنا كمان بنتكلم على مستويات مرتبطة بجودة ما يتم توريده. ودي كمان جزئية يمكن الجانب المحلي محتاج يراجع بشكل كبير جدا ما يتم توريده للحكومة من مستويات جودة بالنسبة للقمح. دي خطوات مش هلوم على الفلاح بس، لكن احنا بنتحدث ان احنا كلنا مسؤولين، يعني بمعنى ان وزارة الزراعة، الجمعيات الزراعية، الارشاد الزراعي، يعني احنا بنتكلم على خطوات كتيرة جدا لابد ان هي، ومؤسسات كتيرة لابد ان هي تتكاتف في هذا الامر، وباذن الله نوصل للاكتفاء الذاتي، ونقدر كمان زي ما خلقنا فوائد كتير جدا في عديد من السلع الزراعية، ويمكن فترة كورونا كمان كانت واضحة بشكل كبير في الموالح وغيرها من المنتجات، ان شاء الله نوصل في يوم من الايام لان احنا يبقى عندنا الاكتفاء الذاتي، في ظل ان احنا كمان شايفين نسبة الاكتفاء الذاتي ابتدت ان هي تتحسن. يعني مثلا كانت الاول 30-40%، لحد دلوقتي حوالي 65% تقريبا نسبة الاكتفاء الذاتي. فبالتالي ده امر مهم، وبرده
نراعي ان النسبة دي بتزيد في ظل زيادة في الطلب، زيادة في معادلات النمو السكاني، لان ده برضه متغير انا ما اقدرش ان انا اشيله من المعادلة كلها اللي احنا بنتحرك عليها. وهو متغير مهم، يعني مهم جدا برضو ان احنا طول الوقت لازم نشتغل على مسألة الزيادة المذهلة المخيفة الرهيبة في السكان، يعني في عدد المواليد. ربنا يبارك للجميع، بس هي المسألة بالعقل، ويمكن كان الرئيس اتكلم عليها في جلسة نقاشية على مسألة تنمية الأسرة المصرية. طيب انا هستأذن في فصل الأخير، وعايز ارجع على المسألة انه انعكاس قرارات الرئيس بتاعت اجتماع النهارده على المواطن بشكل مباشر. هستأذن نروح لفاصل يعني، وهنرجع نكمل الكلام، بس انعكاساته على سيادتك. استنى عليا بقى بعد الفاصل. خلونا نجدد رحيل بضيفنا العزيز دكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم، وأن الحتة دي بقى بتاعت المواطن. قرارات النهاردة تنعكس إزاي على المواطن؟ تنعكس على عدة جوانب. هي الفكرة كلها طبعاً أن احنا شفنا فكرة التوجيه الخاصة بالتخفيض بالنسبة لسعر الدقيق اللي بيتم توريده للمخابز السياحية. احنا هنا هو بنتحدث عن رخيف الخبز غير المدعم. المدعم خلاص هو معروف الخمس قروش، لكن دوت مش كل المصريين بيحصلوا عليه، لكن هم من يستحقوا الدعم. لكن الجزء الآخر اللي هو أثار يمكن مشكلة الفترة اللي فاتت، نتيجة أن أسعار طبعا التوريد كان حصل فيها نوع من أنواع الارتفاع، كانت أسعار التوريد حوالي 8500 أو 9000، ابتدت تزيد وصلت لحوالي 12000 جنيه. فبالتالي ده اللي عمل يمكن مشكلة خلال الأسبوع اللي فات ده كله، لأن المخابز ابتدت تتحرك على اتجاهين، يا إما كان في زيادة كبيرة جدا في الأسعار، يا إما ابتدى أن هو يقلل بشكل واضح من وزن الرغيف. احنا نتحدث أن الستاندر تقريبا بالنسبة لوزن الرغيف حوالي 90 جرام، ده بالنسبة حتى للمدعم والمفروض غير المدعم. لكن فكرة أن يتم التوجيه بأن الدولة تتحمل جزء كبير من هذه التكلفة المرتبطة ب توريد الدقيق للمخابز، احنا بنتحدث ان احنا نعود مره اخرى لحوالي 8500 جنيه، والفرق دوت اللي هو من 8500 ل 12000 تقريبا هو دوت المبلغ اللي هيتم تحمله من جانب الحكومه، وده بغرض ضبط الاسعار واستعاده مره اخرى الاسعار اللي كانت عليها. عمليه التسعير لغايه اللحظه دي ما نقدرش نقول ان في رقم رسمي طلع، لكن التقديرات بتقول حوالي 75 قرش بالنسبه للرغيف على الوزن دوت. ومن هنا انا هدفع الفرق دوت اللي هو يعني حوالي 3500 جنيه تقريبا، دولت هيدفعوا من جانب الدوله، بس بشرط انا هراقب على الوزن وعلى السعر اللي احنا هنتفق عليه. لا الوزن يتلعب فيه ولا ارفع السعر. ولا ترفع السعر. والكلام دوت خلاص، لانها في المقابل انا شلت حوالي 3500، يعني انا خلاص رجعت لك الاسعار زي ما كانت. يعني عاوز اقول ان اثار الازمه دي وارتفاعات القمح والمشاكل دي كلها خلاص الحكومه تتحملها، وفي نفس الوقت انت كمخبز ليك ان السعر هيجي لك زي ما هو، فطلع لي المنتج النهائي الخبز بالوزن وبالاسعار اللي كانت موجوده في السوق. ده جزء مهم جدا، لان يمكن حتى انا كنت بقول لحضرتك حتى في الفاصل، هو المشكله كمان مش ان العيش بس ارتفع، ان خلاص الغلا عدوى، الناس كلها حتى سلع ملهاش اي علاقه بالدقيق ولا الهوا، كله راح رافع. وكل ما حضرتك تتكلم مع تاني يقول لك اصل شفت العيش بيحصل فيه، يا سيدي طب انت يعني اجهزه كهربائيه علاقتها بالقمح راح رافع كده. فدي دي اللي خلت الدولة، يمكن احنا شفنا اليومين اللي فاتوا مجموعة كبيرة من الحملات اللي بيتم عليها ضبط الأسعار، ابتدينا نشوف فعلا مواجهة بالنسبة للتجار. احنا مش بنقول لحد ما يكسبش، لكن احنا ضد الجشع، ضد استغلال الأزمات، ضد ان انت يبقى عندك أزمة وتبقى انت هدفك الوحيد ان انت تستغل هذه الأزمة لجني ثروات. هي دي المشكلة الأساسية، لكن الدولة بتحاول تتحرك عليها. جزء الخاص برضه بالمعارض ومعرض اهلا رمضان دي كمان مهمه جدا، ازاي ان بيبقى في تعاون بشكل كبير ما بين المؤسسات الدوله وما بين القطاع الخاص. لكن برضه مش عاوز اعدي نقطه مهمه جدا، المواطن اللي احنا بنكلمه
عليه دور مهم جدا في الفتره دي. ازاي ان يكون عنده الوعي الاستهلاكي، ازاي ان انت تشهد استهلاكك، فكره ان حضرتك تطلب احتياجات بشكل اكبر بكتير جدا من متطلبات الاسره ومن احتياجات الاسره، ده امر غير مقبول. فكره ان الناس تبقى بتجيب قبل شهر رمضان الكريم، وده مش بقى بعيدا عن الازمه او ما فيش ازمه في العالم، لكن فكره ان اسره تبقى بشقارة مش عارف ايه، شوال ايه، كراتين ايه، مفيش كده في الدنيا. هات حاجتك بشكل يومي او بشكل حتى اسبوعي، لكن لما حضرتك تروح واخد دخلك كله جايب بيه شوية سلع تموينية مالي بيها البيت كله، طب ليه؟ هو احنا يعني مش عارف احنا ايه ليه بنعمل كده في نفسينا؟ حضرتك انت بتبقى سبب في زيادة الاسعار من غير ما بتشعر. لما كل الناس تبتدي تتحرك قبل الشهر الكريم باسبوعين وتبتدي تطلب بشكل غير مقبول وبكميات كبيرة جدا، انت بتضغط على موارد الدولة، انت بتدي فرصة للتاجر ان هو يرفع الاسعار عليك نتيجة ان هو متوقع منك زيادة الطلب دوت. اشتري احتياجاتك بالشكل اللي فيه الوعي، اشتري اللي انت محتاجه بالظبط، على الاقل مش هقول لك يا سيدي بشكل يومي، على الاقل حتى بشكل اسبوعي، لكن انت بتجيب حاجات وللاسف الشديد بيبقى فيه كميه كبيره من الهدر. خليني اقول لحضرتك على معلومه سريعه، احنا تقريبا حتى واحنا بنتكلم على رغيف العيش دوت والدعم والاسعار وبتاع، احنا تقريبا تلت اللي بننتجه بيروح هدر بعد كده، وده مشكله كبيره في ان احنا حتى سياسات الاستهلاك عندنا فيها كتير من المشاكل اللي محتاجه طبعا يبقى فيها نوع من انواع الترشيد. دكتور القعده بتاعتك ما يتشبعش منها، وانا اصلا الناس التي تستمتع جدا بالحديث في الاقتصاد الى درجه مهوله، يعني كاني يعني قاعد بسمع احلى اغنيه في الدنيا بصراحه. فانا اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده يا دكتور بجد يعني، واتمنى ان يكون ده واصل جدا للمواطن ويعرف قد ايه الدوله بتتحمل دلوقتي عبء علشان خاطره. خلصت الحلقة لحد كده، هنتقابل تاني أكيد إن شاء الله. شكرًا جدًا، كل الشكر لدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم. أتمنى تكون فعلًا قادر توصل لك أو قادر يوصل لك أو قدرنا نوصل لك الصورة الكاملة عن إزاي الدولة فعلًا بتاخد علشان خاطرك إجراءات حمائية، هي بتتحمل أعبائها بس علشان أنت تبقى حاسس فعلًا بأمان. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كاننا العمر هنتقابل بكرة بإذن الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.